ازيكم يا سنة أولى؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ويا رب تكونوا كويسين دايما. يلا بينا يا سنة أولى نشوف هناخد ايه مع بعض النهاردة. هناخد مع بعض الوحدة التانية، الدرس 21 و22. هناخد فيهم ايه؟ العددين 14 و15. طيب يلا بينا نقول مع بعض لوحة التقويم بتاعتنا زي كل يوم. اول حاجة معانا في لوحة التقويم هو ايه؟ ايام الاسبوع. طب يلا بينا نقولهم مع بعض. ايام الاسبوع 7، عارفينهم ولا يمكن ننسى؟ الحد، الاثنين، التلات، الاربع، الخميس، والجمعة، والسبت اجازة. طب يلا بينا نشوفهم كده مع بعض في العرض. السبت، الاحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة. شاطرين يا سنة أولى. طب يلا بينا نشوف هناخد ايه تاني مع بعض في لوحة التقويم. هناخد شهور السنة الميلادية. طيب أول شهر معانا ايه؟ شايفينه؟ يناير، وبعدين فبراير، مارس، ابريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، اكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. طب يلا نقولهم من تاني. يناير، فبراير، مارس، ابريل، مايو، يونيو، يوليو، اغسطس، سبتمبر، اكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. برافو عليكم يا سنة اولى. يلا بينا نشوف هناخد ايه تاني مع بعض في لوحة التقويم بتاعتنا. طبعا انتوا عارفين هناخد ايه؟ شهور السنة الهجرية. برافو عليكم. يعني احنا لوحة التقويم بتاعتنا بتتكون من ايه؟ ايام الاسبوع، شهور السنة الميلادية، وشهور السنة الهجرية. طيب يلا بينا نكمل. شهور السنة الهجرية اول شهر فيها هو ايه؟ افتكروا معايا، مش احنا حافظينهم وشاطرين؟ محرم. برافو. صفر، ربيع اول، ربيع ثاني، جمد اول، جامد ثاني، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. طب يلا نقولهم تاني مع بعض بسرعة. محرم، صفر، ربيع أول، ربيع ثاني، جمد أول، جمد ثاني، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. برافو عليكم يا سنة أولى. طب يلا بينا نشوف بقى هناخد ايه مع بعض في درس النهاردة. معانا النهاردة العدد 14. طب يلا بينا نعد لحد 14. يلا نعد مع بعض. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. شاطرين. طب يلا بينا نمثل العدد بتاعنا في إطار الخمس خانات زي ما احنا تعودنا. يلا بينا نرسم الأول إطار الخمس خانات بتاعنا. يلا بقى بينا نمثل عدد 14. طيب هنمثله النهاردة بقى بكم دايرة؟ شاطرين، ب14 دايرة. يلا بينا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. برافو عليكم. برافو برافو يا سنة أولى. يلا بينا نكمل. معانا كمان النهاردة العدد 15. طب يلا بينا نعد لحد 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. شاطرين. طب يلا بينا نمثله في إطار الخمس خانات.
قلنا هنمثل ال 15 بكام دايرة؟ 15 دايرة في إطار ال 5 خانات. شاطرين، يلا بينا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. برافو عليك يا سنة أولى. طب يلا بينا نكمل. أنا قدامي هنا دودة الأعداد وبيقول لي أكمل العدد الناقص. طب يلا بينا نكمل دودة الأعداد بتاعتنا. طيب بص معانا، مديني أول حاجة كام؟ 1. بعد 1 2. شاطرين. بعد 2 3. برافو. وبعدين 4 مكتوبة. طيب يلا بينا نكمل. بعد 4 5. برافو. بعد 5 6. وبعدين 7 ها 8 9 10. شاطرين. 11. بعد 11 ها لسه واخدينها النهارده. 12. طب وبعدين 13 ها بعد 13 14. وبعد 14 15. برافو عليكم يا سنة أولى. وبكده نكون خلصنا دودة الأعداد بتاعتنا. طب يلا بينا كده نشوف ايه تاني هناخده مع بعض النهاردة. بيقول لي هنا ايه؟ ضع علامة أكبر من أو أصغر من أو يساوي. طيب أول عدد معانا ايه؟ او اول عددين مديني 15 و13. طيب انا دلوقتي هعمل ايه؟ اشوف مين اكبر. مين الاكبر، 15 ولا 13؟ 15. شاطرين. يبقى بق السمكة ناحية مين؟ ناحية 15. برافو عليكم. يلا بينا نرسم بق السمكة بسرعة. طيب العلامة دي اتفقنا مع بعض، العلامة اللي مصالحانا اسمها ايه؟ اكبر من. طب واللي مخصمانا؟ اصغر من. شاطرين. طب يلا بينا نشوف اللي بعده. 6 و7. مين اكبر؟ مين يا سنة اولى؟ 7. شاطرين. يبقى بق السمكة ناحية مين؟ ناحية 7. يلا بينا نرسم بق السمكة. طب العلامة دي اسمها ايه يا سنة اولى؟ اصغر من، عشان هي مخصمانة يبقى اسمها ايه؟ اصغر من. برافو. طيب اللي بعده 4 و14. طيب مين اكبر يا سنة اولى؟ 14. شاطرين. يبقى بق السمكة ناحية مين؟ ناحية 14. طب يلا بينا نرسم بق السمكة. طب العلامة دي اسمها ايه يا سنة اولى؟ اصغر من. اسمها ايه؟ اصغر من، علشان هي مخصمانة. طب يلا بينا كده نشوف اللي بعده. مديني كام؟ 8 و8. طيب 8 و8 هعمل علامة ايه؟ يساوي. شاطرين. يلا بينا نعمل علامة يساوي. طب اخر واحدة معانا 10 و9. مين اكبر، 10 ولا 9؟ انتوا شاطرين. 10. برافو. يبقى انا هعمل علامة ايه؟ اكبر من، يعني بق السمكة ناحية 10. شاطرين. برافو عليكم يا سنة اولى. طب يلا بينا نكمل مع بعض ونشوف هناخد ايه تاني النهاردة. هنا بيقول لي ايه؟ أوجد ناتج. أوجد ناتج. طيب احنا خدنا مع بعض الجمع صح كده يا شاطرين؟ طيب يلا بينا نشوف هنجمع ازاي النهاردة. انا قدامي هنا بيقول لي 5 زائد 3. احنا كنا بنجمع ازاي يا سنة اولى؟ افتكر معايا كنت بجمع ازاي. بحط مين في دماغي؟ ها بحط الكبير في دماغي وطلع الصغير على ايدي وبعدين اجمع. طيب 5 زائد 3
يبقى احنا دلوقتي قلنا مع بعض ان الخمسة هي الكبيرة، يبقى انا هحط مين في دماغي؟ ها الخمسة شاطرين، واطلع بقى مين الصغير على ايدي اللي هو التلاتة. طب يلا كده طلع على ايدك 3 صوابع، طلع على ايدك 3 صوابع بسرعة. بص كده معايا، انا طلعت اهو على ايدي 3 صوابع، شايفهم قدامك؟ طيب يلا نعد بقى الخمسة في دماغي يا مس. بعد الخمسة 6 7 8. شاطرين، تاني حطيت الخمسة في دماغي وطلعت التلاتة قدامك اهو على ايدي. بعد الخمسة 6 7 8. يبقى 5 زائد 3 يا سنة أولى بيساوي كام؟ 8. شاطرين، يلا بينا نكتب 8. برافو عليك. طب اللي بعدها، احنا اتفقنا مع بعض عملية الجمع، بحط مين في دماغي؟ الكبير يا مس، واطلع مين على ايدي؟ الصغير يا مس. طيب يلا بينا نكمل. انا قدامي هنا 8 زائد 2، مين الكبير؟ التمانية. شاطرين، التمانية هي الكبيرة، برافو. يبقى أنا هحط التمانية في دماغي، حطيت التمانية في دماغي يا مس، هطلع كم صابع على ايدي؟ 2. شاطرين، اللي هو العدد الصغير. طب بص كده معايا، طلعت 2 صابع. يلا بقى نعد، نعد ايه من بعد التمانية اللي في دماغي؟ بعد التمانية عد كده معايا 9 10. يبقى 8 و2 كام يا شاطرين؟ 10. برافو عليكم، يلا بينا نكتب مع بعض 10. شاطرين. طب يلا بينا نشوف اللي بعد، بيقول لي هنا ايه؟ 4 زائد 4. طب احنا اتفقنا مع بعض ان انا في الجمع بحط الكبير في دماغي وطلع الصغير على ايدي، هنا الاتنين زي بعض، اعمل ايه يا مس؟ احط اي واحد فيهم في دماغي. يعني انا دلوقتي هحط 4 في دماغي ونطلع 4 على صوابعنا. بص كده معايا، طلعت 4 على صوابعي. شاطرين، يلا بينا كده بقى نعد مع بعض بعد الـ4. عد معايا لصوابعك بعد الـ4: 5 6 7 8. شفت التاني؟ ها حطيت الـ4 في دماغي وطلعت 4 تانيين على صوابعي. وعد من بعد الـ4: 5 6 7 8. شاطرين، يبقى 4 و4 كام؟ 8. برافو. طب يلا بينا اللي بعده، 5 زائد 5. هحط مين في دماغي؟ اي واحدة فيهم. حط الـ5 في دماغي وطلع الـ5 التانية على ايدي، طلعتها اهو. عد معايا بقى، بعد الـ5 عد على صوابعك: 6 7 8 9 10. شاطرين، تاني حطيت 5 في دماغي وطلعت الـ5 التانية على ايدي. بعد الـ5: 6 7 8 9 10. شاطرين، يبقى 5 زائد 5 بيساوي كام يا سنة أولى؟ 10. برافو عليكم، نكتب 10. طيب اخر واحدة معانا، 9 زائد 1، هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ احط الكبير في دماغي، مين الكبير؟ 9. شاطرين، حط 9 في دماغي واطلع على ايدي الصغير اللي هو مين؟ الـ1. يعني انا اطلع صابع واحد بس. طيب بعد 9 10، عشان انا مطلعه صابع واحد بس، يبقى 9 و1 كام يا شاطرين؟ 9 و1 10. برافو عليكم، كده نكون خلصنا ايه؟ سؤال الجمع بتاعنا. طب يلا بينا نكمل ونشوف هناخد ايه تاني مع بعض النهاردة، يلا بينا. السؤال اللي معايا ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي قارن باستخدام كلمة اقل من او اكبر من او يساوي. يعني هو عايزني اكتب كلمة من الثلاثة دول، يا اقل من يا اكبر من يا اما يساوي، صح كده؟ طيب يلا، طيب يلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول سؤال معانا، ها معانا دلوقتي
كام صابع مرفوع، عد كده معايا الصوابع المرفوعة دي عشان اشوف انا هكتب علامة ايه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى هو هنا رافع كام صابع؟ 10. طب وهنا تعالوا ما نشوف، 1 2 3 4 5، يبقى هنا 10 صوابع وهنا 5 صوابع. يبقى مين أكبر، العشرة ولا الخمسة؟ ها مين؟ العشرة أكبر. يبقى أنا هكتب إيه؟ كلمة إيه؟ أكبر من. تاني، أنا دلوقتي قدامي 10 صوابع هنا وهنا 5 صوابع، هسأل نفسي السؤال، هقول إيه؟ العشرة أكبر من ولا أقل من الخمسة؟ اكيد اكبر من. يبقى انا هكتب ايه؟ اكبر من يا سنة اولى. يلا بينا نكتب اكبر من، شاطرين. طب يلا بينا نشوف اللي بعده، نعد الصوابع، 1 2 3 4 5 6 7. قدامي هنا كم صابع؟ 7. طب تعالوا ما نعد دول، 1 2 3 4 5 6 7 8. ايه ده يا مس؟ دول 7 ودول 8. طيب يلا اسأل نفسي السؤال، 7 اكبر من ولا اقل من 8؟ ها قولوا انتوا يا سنة اولى. اكيد 7 اقل من 8. يبقى انا هكتب ايه؟ أقل من. هكتب إيه؟ أقل من. يلا بينا نكتب أقل من أو أصغر من. يبقى ممكن نكتب يا أقل من يا أصغر من، الاتنين زي بعض. طيب يلا بينا اللي بعده، تعالوا كده أما نعد، قدامي هنا كام صابع؟ 1 2 3 4. كام صابع؟ 4. طب وهنا؟ 1 2 3. طب يلا بينا أسأل نفسي السؤال، 4 أكبر من 3 ولا 4 أقل من 3؟ انتوا شاطرين وعارفين، أكيد 4 إيه؟ أكبر من 3. يبقى أنا هكتب إيه؟ أكبر من. برافو. يلا بينا نكتب أكبر من. كتبنا أكبر من. طيب اللي بعده بيقول لي إيه؟ انا عندي هنا كم صابع؟ سهلين، ها كف الايد بيبقى كام في كام؟ 5، صح؟ نعدهم مع بعض، 1 2 3 4 5. طب وهنا برضو كف ايد واحد بس، يعني 5 صوابع. طيب هنا يا مس 5 صوابع وهنا 5 صوابع، يبقى انا هكتب ايه؟ اقل من ولا اكبر من ولا يساوي؟ هكتب ايه؟ هكتب يساوي، شاطرين. يبقى انا هكتب ايه؟ يساوي. يلا نكتب يساوي. كتبنا يساوي. وبكده يا سنة أولى نكون خلصنا مع بعض درس النهاردة، وعايزاكم تبقوا شاطرين وبتكتبوا ورايا كل اللي احنا بناخده مع بعض. وشهور السنة الميلادية نراجعها، شهور السنة الهجرية وأيام الأسبوع، عايزاكم تكتبوها تحت بعض وتبقوا شاطرين وحلوين وتحفظهم كويس عشان هناخد عليهم أسئلة المرة الجاية بإذن الله. وبكده نكون خلصنا، واشوفكم المرة الجاية ان شاء الله في درس جديد.